الخير. السلام عليكم. صباح النور. واش راكم؟ لا باس بخير، الله يحفظك ويبارك فيك. شكون معنا؟ الامير خالد الجزائري، مدير تطوير الاعمال لمصنع القصبه. جستم راكم حاضرين فورس هنا في الصالون تاع مشروبات، صناعه مشروبات، واش الهدف من تواجدكم معنا؟ والله الهدف ليس يعني القصبة، على كل حال هي غنية عن التعريف. احنا اليوم رانا متواجدين هنا باش نعرفوا بمنتج جديد هو مركز الفواكه. عندنا اربع بارفانات، الرمان، فواكه الكوكتيل، البرتقال والسيترومونت، وخالي من المواد المضافة، خالي من الكولوران، وخالي من السكر. وجهتوها أول شيء ربما للصناعيين؟ وجهنا نعم صناعيين، يعني من كبار المصانع اليوم على جرة توقف الاستيراد، فاحنا يعني وجدنا الفرصة وأوجدنا الماتير برومي اللي يستحقوها هم، يعني المواد الأولية. وتسكم موجهة لعامة الناس؟ لعامة الناس إن شاء الله نقولوا قريبا جدا، يعني ما نقدرش نجزم بالضبط، يعني قبل رمضان، في رمضان، الصيف، قبل الصيف، الله أعلم. دونك شحال تكون الساعة تاع القرار راح يتوجهوا للسوق؟ تقريبا تكون نص لتر، اللي هي تخرج منها 3 لترات، باسكو تزيد لها 5 فوا دو تاع الماء، 5 خطرات زائد الدوز تاع الكونسونتري، نيمبورت كيل دوز، 5 دوز لميم تاع الماء. هل هي مغامرة من قصبة تدخل في هذا المجال، ولا عندكم كفاءات قادرة تكون بالنوعية لهذا المجال أيضا؟ والله ما نحبش نولي للمثل الشعبي تاع حوحو يشكر روحه، ولكن نعم عندنا الكفاءات والحمد لله، وأكتفي بهذا. يعني فيما يخص قصبة كقصبة ككل، شحال نسبة الاستحواذ على السوق في مجال الخل، مجال هذه المنتوجات الأولى اللي عرفتوا بها؟ يعني 23 سنة الآن في السوق، تقريبا نقولوا شرق غرب وسط، ويعني قليل من الجنوب، يعني اللي راه لاحق تما، أما الشرق غرب وسط نعم راهي متواجدة والناس يعرفوها. و يعني الخل ما كانش دار جزائري ما فيش خل القصبة، والما زهر تاني البوتي الزرقاء طبعا لا يخفى عليك، هذاك الخالف تعرف على كل حال. يعني جستمو تاني، هل القصبة عندها تجارب في التصدير ولا راح تحمل التصدير؟ والله شوف، التصدير يعني كان على مستوى كما قولوا محتشم بعض الشيء، لأنه احنا كان همنا الأول كيفاش نوزعوه على سائر المصنعين في القطر، لأنه إذا تنجح في الجزائر تنجح في أي مكان، النجاح في الجزائر يعني نجاح في العالم كله. مشاريعكم المستقبلية بعد هذا المنتوج موجه للصناعيين لعامة الناس، العصائر وش راح يكون؟ مفاجآت وخلاص. انت قلت يعني سالتني السؤال هذا من قبل، دوك راك تعاود لي نفس السؤال. احنا رانا نشوفوا الاراء تاع الجمهور بعرض النص لتر هذه اللي راهك تشوف فيها، هذه راني شفت يعني اغلبيه الجمهور خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، هذا رابع يوم، انه طلبوها، يعني ماذا بيهم تكون في السوق، وخاصة بعد المذاق العجيب، مذاق عالمي، مذاق يعني ما فيش واحد يقدر ينافسه، والله أعلم. أنا حبيت نقول بسؤالي ما بعد هذا وش راح يكون، يعني ما بعد هذا الجديد، هل مفاجآت أخرى تعملوا عليها؟ مفاجآت أخرى ان شاء الله يكون مفاجآت تاع دي بارفان اخرين، يعني احنا دوك عندنا 4 بارفان، نزيدوا دي بارفان اخرين، ربما العنب، الخوخ، المانجو، طبعا المانجو هذه غير موجوده في الجزائر، لكن عندنا رغبه في يعني جلب المانجو باش نديروا تانيك مركز المانجو. شكرا لكم بالتوفيق. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير.